طبعا تصوير خفيف كده لايت. طبعا الان طبعا هنصور احدى العقارات عندنا. طبعا الامطار ما شاء الله مستمرة لا يتوقف، اللهم حوالينا علينا، اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا. ايه الاخبار يا ابو سامح؟ اخبار زي العسل ما شاء الله. شفت ايه؟ جو جميل وتعبين. شفت تعبان؟ تعبان هنا. تعبان حقيقي؟ تعبان. بس دي ما مش تبان من السما يعني. والتعبين ايه؟ دي زي اللي هي بتاعت الارض، في اللي هي زي بتاعت عامله زي الطعم كده يعني. يعني ايه زي الطعم؟ هنا الراجل بيقول لك الفيلم عشان في كهرباء. يعني في كهرباء يعني ابعد ممكن تكهربنا مع المطر؟ لا في يعني في البيت في كهرباء. هو ازاي هيجيب العربيه في المطر ده؟ مستحيل يجيبها طبعا. هيجيبها ازاي؟ اهو جه اهو. بس اقول له هتغرس، قول له قول له هتغرس. لو الغرس بقى هنعمل ايه؟ طبعا هركب معاكم ليه وهتغرس؟ لاكوني كرين مش هوني كرين بتقول لي مش سرعات دازل. هو بيقول لك ايه؟ هو دي سيت اب نيجا كاميون يبون هنا هي الارض تمام قويه بس الكاميون تفتها شويه بس يلزمني ده يلا عليها الالرت هاتي هاي ما دون سرعه هاي دي يلا بسرعه بسرعه هنركب ازاي مش عارف وازي نازل بس مش شغال الدفايه برضه طبعا احنا ده سكيل لايف عشان تشوفوا احنا من عاوز نتفرج على الاراضي او على العقارات طبعا احنا بنتعب كتير جدا صراحه في بعض التصوير بعد الاراضي وخاصه لما يكون في امطار واراضي تكون كده ممطره لكن الله الحافظ يعني بسم الله هم متعودين على السواقه في طرق زي كده بس انا مش عارف هو رايح بيها فين يعني المفروض هو كان يطلع من الطين بس هو مصر يدخل زياده بس مش عارف في ايه هيرجع لورا بسم الله هم متعودين على السواقه هنا عادي طبيعي مش متعودين على الحاجات دي ممكن بسم الله يا رب نطلعهم يعني مرة أول ما جينا هنا بوسنا من 8 سنوات تقريبا 9 سنوات فدخلنا أرض فجت الست صاحبة الأرض قالت ما تدخلوهاش ممكن تغرزوا والله وكان معانا جيب ساعتها شروكي وغرزنا غرزة قعدنا يمكن 12 ساعة على ما طلعنا كانت في حتة في آخر الكوكب بس هو بيقول لك هنا إن الأرض دي أرض ماسكة شوية نفسها يعني مش أرض كلها طينة يعني أو أرض فيها رواس الحيوانات زي ما أنتم شايفين بالتالي يكون الطلوع فيها افضل شويه بسم الله انا صراحه ما بحبش اسوق في حاجات زي كده خالص ولا بحب اسوق في غير كده كمان يعني السواقه متعبه جدا لازم نبرت غير بسم الله بسم الله بسم الله ما بحب اللهم لا سهل لما جعلتها سهل الحزام اللي شفتها سهل на средину, видишь, не тачка. Смеш на средину. Иди, где ты има тампу. Иди, бар една лево на страна, не киди там. А вот плюс бензин гейм, шам за ее. Без газа, без колби. Само да пройдешь еще и 5 метра. برات الجريدنج ودوزدو نسك نزك سنة زو هو معصب جدا دلوقتي هو ما كانش نزل العربية أصلا بصراحة هذا إزعاج تبيه وش
Ali, just to get out. So ti vaši na. Okay, okay, wait, 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 wait. They will get out. Ti još malo nazad da zeletiš. أبو سامح هتوحشنا أبو سامح هتوحشنا والله مع السلامة حق عالم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ناس فين قلنا بسم الله أوكي موف موف يلا هاي هاي مش وقت تقف هاي هاي دونت ستوب بسم الله كفر ها بسم الله هذا اخونا شو ما خير هارون بسم الله تودمي هارون ها يو هابي ناو يا ما شاء الله اتس جود الحمد لله ستور اه بركات من الله الحمد لله نسيت شي اولويز لايك ذس وان نو 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 دي هاف ساني ساني دايز اتس سو بيوتيفول ذس از سم يو كان جو ناو تو سراييفو اتس اولسو رينينج والله يا ما شاء الله اوكي اي نيد تو كلوز ذا فيديو وات تو اي نيد تو كلوز فور جاست اف يو وانت تو take a holiday, you need to come to the Nishichi to buy land here, to make some good house or some big villa with the landscape. You have the big forest here, animals, nature, everything is beautiful here. For what about snack? You have any snack here? Snake, has no. Small snakes. Not, they are not poison. Okay. They are good. تحياتي لكم أنا مهندس علي مع فريق العمل الآن. هذا فريق العمل. السلام عليكم. فريق العمل فريق متكامل معكم. خلال فترة الصيف 24 ساعة من قلب البوسنة والهرسك شرق العاصمة البوسنية سراييفو مسافة 40 دقيقة تقريبا